اهلا بحضراتكم من جديد. اذن احنا الموضوع كل ما فيه الملف الافريقي، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي في مؤتمر صحفي موسع الثانية عشرة ظهر السبت ان شاء الله هيكشف لاعضاء وجماهير النادي وللراي العام كل التفاصيل بشان هذا الملف. لكن بعد ما استعرضنا بعظمة لسانه وبعد ما شفنا كل التفاصيل، الأهلي يا جماعة ما وصل إلى هذا الحد الذي وصل إليه الآن من القيمة اللي مفكر زي صلاح سالم يراه ظاهرة ثقافية مهمة في المجتمع، ما وصل إلى هذا الحد إلا لأن هناك في تاريخه الكثير من الشموع الحمراء. النبيل إسماعيل داود واحد من رؤساء شرف النادي الأهلي، زي ما بقول لكم كل دول أضاءوا مسيرة هذا النادي العظيم ليصل إلى أبنائه وعشاقه وجماهيره اليوم بهذه القيمة. نشوف هذا التقرير عن النبيل إسماعيل داود. هو أحد العلامات المضيئة في تاريخ النادي الأهلي، إنه النبيل إسماعيل داود أحد أمراء أسرة محمد علي. كان رياضياً يهوى ألعاب القوى وركوب الخيل. التحق إسماعيل داود بالمدرسة الحربية المصرية سنة 1911 قبل أن يتخرج برتبة ملازم ثاني في يناير عام 1914، والتحق بالجيش العامل في فرقة السواري، وكان قائد سلاح الفرسان في عهد الملك فاروق، كما تولى رئاسة نادي ضباط الجيش. رياضية، كان النبيل إسماعيل داود هو الرئيس الثالث للجنة الأولمبية المصرية خلال الفترة من عام 1938 وحتى عام 1946، كما كان عضوا في اتحاد الكرة المصري في الفترة من عام 1935 وحتى عام 1945. ويعد النبيل إسماعيل داود من المساهمين في تأسيس النادي الأهلي، حيث اشترى 10 أسهم بخمسين جنيها، كما كان عضوا في اللجنة التنفيذية للنادي الأهلي عام 1922، ثم أصبح عضوا في اللجنة العليا أو ما يعرف باسم مجلس الإدارة حاليا في الفترة من عام 1923 وحتى عام 1925. حصل النبيل إسماعيل داود على رئيس شرف النادي الأهلي في 12 من نوفمبر عام 1941، وتم التصديق في اجتماع الجمعية العمومية في 30 من أكتوبر عام 1942، كما يرجع له الفضل في ظهور نادي بلدية المحلة تحت مسمى نادي الأمير فاروق للألعاب الرياضية، وقد حضر الافتتاح الملك فاروق عام 1937. وفي عام 1956 رحل الأمير إسماعيل داود عن دنيانا بعد رحلة طويلة من العطاء. احنا بنقدم النماذج دي يا جماعة عشان تعرفوا جزء من تاريخ ناديكم، وتعرفوا كيف بدأ هذا النادي، وأن هذا الشخص النبيل اللي من أسرة من الأمراء كان من أكثر الناس تواضعا، كان رياضيا يهوى ركوب الخيل، وكان بطل من ألعاب، من أبطال ألعاب القوى، كان رئيس للجنة الأولمبية، كان عضو مؤسس في النادي الأهلي، وكان رئيسا شرفيا للنادي الأهلي. ولكن استوقفني خبر أنه لما دخل الجيش وتخرج كان الصراع في الحبشة بين الحبشة اللي هي أثيوبيا يعني وبشكل أشمل أكبر وإيطاليا اللي كانت بتحتل يعني مساحات منها، وتطوع مع مجموعة من النبلاء والمصريين في الجيش الحبشي دفاعا عن أرض الحبشة. إيه اللي وصل العلاقات بين الأشقاء الأفارقة إن النهاردة
ناس تخطط انها تأذيك في نقطة مية تخصك ولا تتواصل معك بالشكل الواجب. التاريخ غريب جدا والمصالح غريبة جدا، لكن الإرهاصات دي كانت ممكن تنبئ ان يحصل تطور افضل. وياريتنا كعرب وأفارقة والله يعني نبص لتاريخنا ونشوف نعمل ايه دلوقتي. بس مش ملاحظ النقطة الواضحة جدا والبارزة في تاريخ الأهلي يا جماعة، بالذات في الحقبة الأولى، الآباء المؤسسين دول كلهم من الطبقات الأرستقراطية في المجتمع، وجهاء الأمة وقتها، رموز الحركة الوطنية، وجالسين على قمة الهرم الاجتماعي، وكانوا أكثر الناس حرصا على إيه بقى؟ على النظام وعلى القيم وعلى التمسك ب يعني بيجي يقول لك هو كعدو مؤسس ما لاحظ ان الاعضاء مش بينتظموا وبتاع، وكان في شركه ماسكه البوفيه، قال لا الكلام ده لازم يتغير ولازم يتعمل مكان وصالون وبوفيه تبع النادي. فقال لك الكواليتي بتاعت او نوعيه الخدمه اتغيرت لدرجه حصل اقبال على عضويه النادي، ناس بتفكر باستمرار